السودانية والله مجنونة اكيد، وانت تبي بالارض حرارة بس ثقيلة. شوف امسى طيب اقلب الخشب هناك وحطها على الجمر على طول. تشيل الخشب يا عبد الله؟ اقلبها لا تشيلها، اقلبها بس اقلبها اقلبها مكانها عبودي. صبر صبر صبر، تسمونه عشب هذا؟ ما تسميه ثيب؟ لا لا هو صادق اندرها لك. ابو حامد ابو حامد شفت له ملح؟ ملح والله. حطيت ملح في الحليب ولا ايش؟ ولا كيف والله حلو. حطيته مع ايش؟ مع شاي. مع شاي مع شاي حلو. هذا هو منزل المايك، رجع له المايك. ايش قردي؟ مذهبك انت؟ ملح الله يصلح. قمت لي لنا بيض بعد. اطلع بيض ومربى. هذا سكر سكر. يا ولد امك لا تموتنا يا شيخ. انا حط زيت يا رجال. زيت بالله كلها سكر. حط زيت يا عبد الله. يا خالد خالد انا اسمي خالد اعرف. في زيت سكر؟ في سكر ما انا هذا غير خله لين يحمل صحيح. يا خالد حط زيت. يا خالد خبزة خبزتيها العيد لا تخص. بسم الله. لا 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 الاشول. لا 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 يزيد الواحد صريح. لا خالد خالد ليش كلمتنا؟ حط البيض حط البيض. ما اشوف زيت هناك. حط البيض يا خالد حط البيض يا خالد. خله يا ولد خله 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 مطفوق. يا عبد الله انك مطفوق. خله يا رجل. لا حول ولا قوة. اقسم بالله لا بلا المزاد ولا بلا انه لله. ابو جمير يقعد تكفى. هذه العاب ناريه حقت العيد بدينا. ايه بسم الله بسم يا الله. ابلح 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 خلاص شيء ابلح. الله حيوه برجع ارجع حبو لو مسهله حيهم. اقسم بالله والله ما عبد الله ترى من اليوم هو والله عندي انا بيصير بيننا مشكله ما اقدر راح ترجع ابلحنا. يا سند الوجه ايه يغسلك يغسلك ثم يقول الله يسعد الوجه. لا اني علمت حاجه ان المشكله فيه مشكله انه في اللقافه حقتك. لا هو قصده انه يفزع لاخوي. ايوه ايوه لكن النار تحب الزيت. الله يبيض الله وجهه تو كان يا رجل ما يجي شيء. يا رجل اني اعرف ما يبغى اول مره نطبخ والله. شفت لهبه بس جاني فدوته ابو عابد. ادري انه وافي. ادري انه اقعد انت اقعد شباب. سرح شباب سرح طيب 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 طيب. هذه مزرعة. جيب جيبوا ملح. قم جيب ملح. ايوه ابغى اذكركم بحاجات حلوه. قم جيبوا ملح يا شباب. الشامي يا هلا الشامي. بس ما صدق شاي. شاي وين؟ شاي تحت. شاي العصر. مكبوب والله والله. يا رجال جلست ايش اسوي؟ اقوم دام جلست. شباب روحوا جيبوا ملح. انا طالب. يا رجال بعيد بعيد روح. وفر عنك شاي شاي. ما تعدى ما تعدى ما تعدى ما تعدى ما تعدى. واحد يقوم يجيب لي ملح ويجيب صحن عشان اكل. اللي يعطل الملح هنا يروح يجيبه. لا والله ما تروح. والله لا اروح. لا 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 والله بروح. ما تعدك حبيبي. وش اجيب؟ شو اجيب؟ خلي اجيب طبق البيض. ايوه جبنا والله والله طبق البيض. طبق البيض وجبنا ملح وجبنا صحن ناكل فيه. واجيب خبز. واجيب خبز زياده هنا ما في الا حبتين. مني سلام. يلا بدايتها اثنين انا والوهيبي. مجانا خالد حامد. مجانا من؟ مو صاحب فكره الطبخ. انا والوهيبي. فكره الوهيبي واضاف الله يستر امورك. ما شاء الله تبارك الله. خالد يطبخ يا دول. كان الثلاث بيضات. لو انك قطعت بصل صغير ومعه طماطم شوي هذا الكلام ترى تزبط والله. والله جوك عليل انت. لكن كذا ايش المشكله فيها حبيبي؟ انا كذا احسن كذا مقلوب. في ناس ما تحب الطماطم من اخوان عرفت؟ صحيح. وثاني شيء يا حبيبي اخوه البقدونس يطلع على طعم حلو اذا كان لحاله مع البيض. البقدونس زين. شو اسمه هذا بقدونس ولا كزبره؟ هذا بقدونس. بقدونس ذا ايش دراك انه بقدونس؟ كزبره غير. شوف مستحيل الفرق بينها والله بتشوف فينا الدنيا. ما يشوفها دي خالصه والله والله اني علمتها. مين؟ ظاهر ظاهر مو بنت. ما عمرك تفوز اصلا. الله يسعدك. والله ما اتكلم عنك اتكلم عن هذا بس اذا غسلته قام غسلني وقال الله يسعد هذا الوجه. والله يا عبد الله اني احبك جدا. هذا يقول لك ما سبك الا من حبه. حبيبي اعلمك حاجه. الزيت اذا حطيته حلو من الطبيعي انه جميل جميل لا تنسى جميل عرفت؟ لكن سحبتك لهذا ايش؟ هو يحسب النار ايوه
مدينة عشان كذا سحبه قال ما الله يسعده الله يسعدك يا ابو نهيري. ايوه اسلم ابو علي. اسلم ابو علي. مين ابو علي؟ حق المطبخ. حق المطبخ شغال. ايه خلني احرك هذا وخلاص. لا حبيبي لا لا اللي عندك حقة الجرابيع. انا اشوف انه جدا انت لكن انت داري شو اسمه جلسة. والظهر اليوم كان جميل. من كان معي الظهر؟ ابو حنان. ابو صحن حطه هنا. حلو ظافر. حلو انا والوهيبي وسلمان. اجيب لك الفارس هيدا مكرم. خالد اجيب الحجر. ايش قلت انا يا ابو سعد؟ اياك واحد. انا شفتك يوم قمت. والله قد احترق خالد. والله احترق. لا لا ما احترق. والله احترق. اطعمني نصفك. انا اسالك انت جعان ولا؟ لا لا زي اللي ولد. ها انت جعان يا اخي؟ ما هو قصد جعان بس خلاص هو يبغى محترق. يمكن انا متعود اخذ بيض محترق. خلاص احسن شيء انه مشقر كذا. قمر يا ولد. خلي قمر زي كذا مقمر. ايوه زي هذه. انا الاذان عند مين؟ والله ما ادري من عنده. لا شفتك هيثم. يا شباب كلها اجر. روح دحوم. الله ما تفرق شيخ. الله يجزاك خير. مني سلام. نار الله ونار يا رجل. سلم لعبد الجزيف وزام مو محمد الوهيبي. العزيز ولا عبد الرحمن؟ اسمع عبد المجيد. اسمع عبد المجيد الفوز. في شيخ كبير بيحضر اليوم. من هو؟ من هو؟ من هو؟ من هو؟ مين؟ حلو. كلام جميل. طق اغلى فندق ما حطه ب 50. اغلى فندق ما حطه ب 50. ها صبري صبري. هذا لانك جالس تعرف ايش؟ جالس مع جالس في سنيدي. والله جالس في دفاع. بس جالس في جلسه سنيدي فكل شيء تلقاه ايش؟ الحين الجو حلو لكن في الليل. لا